دي تجربة نيوتن 1 زي ما انا شايف فيها الكالوريمتر، بحط فيه تقريبا تلت مية، بغطيه وبعدين بحطه في الحامل بتاعه، بحطه في مية بتغلي لحد ما يسخن، وعشان أعرف درجة حرارته بحط له الترمومتر ده. وأتابع درجة الحرارة بتاعتي لحد ما توصل لدرجة حرارة عالية ولتكن 90 درجة مئوية. بعد ما توصل للتسعين هبدأ أنقله في خلية فاضية علشان يبدأ يبرد فيها. طبعا أنا لما طلعت المية درجة حرارتها تبدأ تقل، فهفتح ستوب ووتش معايا وأبدأ أقرأ درجة الحرارة والتايم المقابل ليه. زي ما شايف التايم بيعدي، هقرأ درجة الحرارة المقابلة ليه. ممكن أعملها كل 30 ثانية. أول ما توصل ال30 زي ما أنا شايف كده هقرأ القراية بتاعتي منها. وهكذا لما توصل لدقيقة برضو هقرا برضو القراية بتاعت السيتا وأسجلهم، وهكذا لحد ما أحصل على حوالي 20 قراية.